شيء مميز من محافظة الأنبار، وينتشر أيام الأعياد والمناسبات بكثرة. إنها الإدليمية، أكلة تنتشر على نطاق واسع في محافظة الأنبار، ولها مكانة خاصة في المضايف والمنازل والمطاعم على حد سواء، ولطالما اشتهر بها سكان المحافظة التي يضرب المثل بكرم سكانها وسخائهم. إنها وجبة مفضلة لدى سكان الأنبار، وسميت بالإدليمية لكون عشائر الإدليم هم أول من قدمها لضيوفهم. هذه إدليمية تاريخها قديم جدا، يعني سميت بإدليمية على اسم القبائل الأنبار الزبيدية، وهي قبائل الإدليم الزبيدية. فكان أهل الإدليم سابقا يعتنون بالمناسب، خصوصا الإدليمية، وهي تشريب يوضع على الخبز ثم يوضع فوقه الرز واللحم، فتسمى هذه الإدليمية. وهذه أكلة حضارية لأهل الأنبار وتراثية، ويقدمونها لمن يحبونه. أشقر الخبز وفراش، عوج المناسف أشقر خبز وفراش، يعني هاي الإدليمية نحن موجودة من قديم الزمان، زمان بهاتنا وجدادنا مستأثين هاي الإدليمية، إحنا نسويها لأنه يعني مختصين إيش يعني هناك إحنا خارج الأنبار يقول نطلب إدليمية. كثيرة هي المناسبات التي تقدم خلالها وجبة الإدليمية بأطباق كبيرة لاستقبال الضيف، كونها وجبة تستحق فعلا عناء السفر والنزول ضيفا على أحد أبناء الأنبار. قد يسمى الطبق الكبير صينية، والتي يحملها 4 أشخاص. لما تصير المناسبة بالشوخ العشائر، لا يصير تديرها اسحلات، ويصير فوقها تمل لحم، يصير بها يعني كل شيء اللي يريدونه من ناحية طيب النفس. فسميت الإدليمية أم العراوي، ليش؟ لأنه صيان العراوي هي سمت على اسم الإدليم. احنا نجيب الصياني الكبار، يعني نسميه أم العراوي والسحلة والشسمة، ونخليها ونخلي بها التمن وفوقها اللحم، ولها يصير هي الإدليم. أكو صينية يتقابلوا عليها 4، أكو صينية يتقابلوا عليها 2، أكو صينية 3، يعني حسب الكبر. نظرا لكون الإدليمية من الأطباق الشهية، حيث الرز معطر واللحم الهش، ينصح مرضى السكري والضغط وتصلب الشرايين بالابتعاد أو التقليل عن أكلة الإدليمية لما لها من مخاطر صحية عليهم. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.